ينضم إلينا من موسكو السيد ألكسندر غورنوف، أستاذ العلوم السياسية في معهد موسكو للعلاقات الدولية. أهلا بك معنا سيد ألكسندر. بداية، لماذا تشعر روسيا أن زيادة الميزانية العسكرية اليابانية يشكل خطرا آخر على موسكو، رغم أن اليابان اختارت حماية أمنها القومي من الخطر الصيني والتوسع في المحيط الهادئ؟ تبنى حركم. شكرا لكم على استضافتي في بثكم الحي. إذن يجب القول في هذا السياق إن روسيا لا تخاف ولا تقلق بشأن النشاطات الدولة اليابانية المتعلقة بالقوات المسلحة لهذه الدولة، ذلك أن المسألة لا تتمثل في كون اليابان توسع الميزانية، ولكن كما أشار سيد ميدري ميدفيديف فإن اليابان قد بدأت أو أطلقت موجة جديدة من العسكرة، فإن هذه الدولة تقدم على عسكرة بشكل عام الاقتصاد الوطني، وبسبب ذلك السيد ميدري ميدفيديف قد أشار أخيرا إلى أن اليابان يجب أن تتوقف عن هذه الممارسات في مصلحة الشعب الياباني. وهنا السيد ميدفيديف كان يشير إلى نتائج وأيضا ذكرى الحرب العالمية الثانية. اليوم كما قال السيد ميدفيديف، روسيا الاتحادية وليس فقط دولة روسية، قبل كل شيء الدول التي تداخم اليابان، هذه الدول تلاحظ عادة ما تلاحظ أن اليابان تطور البنية التحتية العسكرية بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية وبدعم من واشنطن، وأيضا الدولة اليابانية تشتري الكثير من الأسلحة والترسانات وبكميات كبيرة، وما هو الأهم من كل ذلك، الدولة اليابانية ترفع واحدة وآخر القيود التي تم فرضه على استخدام القوات المسلحة أو ما يسمى بقوات الدفاع الذاتي في الخارج، وهذا لا يمكن سوى أن يثير قلق كل من دول الجوار. وأيضا لا يجب أن ننسى أن اليابان كانت تجري تدريبات عسكرية بالقرب من جزر كوريل التي نتيجة للحرب العالمية الثانية تعتبر جزءا لا يتجزأ من الأراضي الروسية، مهما كانت تقول وتسمي هذه الجزر أو قد تعتبرها الأراضي الشمالية لدولتها، فإن اليابان يجب أن تعترف في نهاية المطاف بنتائج هذه الحرب بوغة تجنب وقوع حرب عالمية ثالثة. هذا ما كان المعنى الأساسي لما قاله السيد ميدفيديف. طيب سيد ألكسندر، روسيا كانت سببا في تغيير العالم، وهي من خلقت هذه التداعيات، لذا لا يستغرب أن تغير البلدان عقيدتها، سواء من اليابان أو غيرها، حتى من دول أوروبا التي اختارت الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وإلى الناتو. أولا، نحن يجب أن نشير إلى أنه ليس هناك الكثير من العلاقات بين اليابان والسياق الغربي أو الأزمات التي تتطور في الأجزاء الغربية من القارة الأوروبية، بالإضافة إلى الصراع حول أوكرانيا. فبالإضافة إلى ذلك، في الواقع في واقع الأمر أخيرا السيد كيشيدا والرئيس بايدن رئيس الوزراء الياباني والرئيس الأمريكي قد قال وأشار إلى إمكانية نتائج استخدام روسيا للأسلحة النووية في سياق الصراع الأوكراني، ولكن بدلا من التنبؤ بمختلف الأمور غير الموجودة وأيضا الحديث عن إمكانية الأحداث الأخرى، فإن الكثير من الدول اليوم تستخدم أو تتوفر لديها الأسلحة النووية، وهي لها قدرات على إمكانية استخدام هذه الأسلحة بدءا من الولايات المتحدة وروسيا، بالإضافة إلى المملكة المتحدة وصولا إلى الدول الإقليمية مثل إسرائيل والهند. ولكن فحبذا لو كانت اليابان تتذكر أن الدولة الوحيدة التي قد استخدمت الأسلحة النووية وتم استخدامها ضد السكان المدنيين في اليابان هي الدولة الأمريكية، فإن عدد الضحايا لهذا القصف في 1945 هو حوالي 500 ألف
نصمة. يبدو أن الدولة اليابانية قد نسيت عن ذلك، والولايات المتحدة لا تعتذر وتفضل عدم التذكر مثل هذه الأحداث الكارثية، بل تشير إلى إمكانية استخدام روسيا للأسلحة النووية. فهذا ما هو المعنى الأساسي وما يجب أن لا ننساه، وهذا ما يشير إليه السيد ميتري ميدفيديف عندما يقترح أن لا ننسى نتائج الحرب العالمية الثانية، وأيضا عندما يدعو إلى الاعتراف بهذه النتائج، لأنه في حال كان سيتكرر التاريخ فسوف يتكرر بطرق أكثر كارثية. فإن الدول التي اليوم تحاول أو تعمل على وضع الانقسام في بين الدول الإقليمية والدول الكبرى، وأنا أتحدث عن كل من بولندا واليابان وعدد من الدول الأخرى، فهذه الدول سوف تعاني بشكل أكبر مثل ما كان عليه الحال خلال الحرب العالمية الثانية. فلذلك دروس التاريخ يجب استيعابها من قبل جميع الأطراف. شكرا لك من موسكو السيد ألكسندر غورنوف، أستاذ العلوم السياسية في معهد موسكو للعلاقات الدولية.